صباح الخير. صباح النور. اتفضلي. انا جاي اطمن على مراد بيه. تحبي تشربي حاجه؟ لا ميرسي قوي. انا اول ما عرفت ان هو تعبان كلمته على الموبايل كتير لقيته مقفول، علشان كده فكرت ان انا اجي لك اسالك عليه ولو ينفع نروح نزوره. ده بعد اذنك طبعا. انا لسه جاي من عنده وطمنت عليه، شكله هيبقى كويس ان شاء الله. يعني مش هنروح نزوره؟ طيب انا جيت ليه بقى؟ جيتي عشان تشربي معايا فرنش واين؟ لا 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 انا ما بشربش ما بشربش. يبقى اكيد جيتي عشان تشوفيني. لا طبعا. ليه لا طبعا؟ علشان انا ممكن اشوفك في الشركه. ايوه بس في الشركة هنتكلم في شغل ومش هنعرف يعني نبقى على راحتنا. أنا جاية أطمن على مراد بيه صاحب الشغل برضو. ولو إني مش مصدقك قوي يعني بس ماشي. أنت ليه بتقول كده؟ عشان لو عايزة تطمني على مراد بيه وكلمتيه في التليفون لقيتيه مقفول، هتكلميني، هتكلمي السكرتيرة بتاعته، هتعرفي المستشفى فين، الو رقم الغرفة، سهلة يعني. قصدك إن أنا كنت بتلكك علشان أجيلك؟ لا، أنا ما قلتش كده. أنتِ اللي قلتي. أوكي، أنا همشي. استني بس. رايحة فين؟ معقولة يا مروة أول يوم تزوريني فيه ما تكمليش خمس دقايق كده تسيبيني وتمشي؟ طيب اعمل ايه يعني؟ امسكي ده وده. وعلى فكره انا فكرت في الموضوع وممكن انزل نزور مراد بيه مع بعض بس على شرط. شرط ايه؟ نروح له بالليل. بالليل؟ طب هنعمل ايه لحد بالليل؟ حاجات كتير جدا. تعالي. بس انا ما بشربش. ولا انا بشرب، انا بشرب عشان الناس بس. بجد؟ اه وانا كمان على فكره.